يدعك عفوست انا ساكن حزاك تحب تسي موضوع فوق تقف قدامي تك كل ساك بدو بلاك خلي نفوت بتشز تحتي قاعدة فوت تحب تعب هضامي وريني اشتعمل كدومي قص بضحك ارى نبارة تبرع بعامل وزارة تنبص علينا بكاكارة قدراني جيك الدوار يتوهد مني يا كاسي دي فوقك مني تباسي تبعد لباسي خليني عامل كيف يا انا بقافة حقافة تي بولي بولة ولمة وطوع الباري باري بطل باري نانا نابا نابا وانا قرب وانا قرب من لعبة وصلت شباب فلسطين ليش بطلت تكون ناشطين أكثر بالأحزاب السياسية؟ إجمالا لأنه في فراغ في الأحزاب السياسية اللي مش عم بستوعب الشباب إجمالا، وكمان في عنا حالة إشباع من الـ NGOs اللي عم تأخذ محل الأحزاب السياسية بشكل عام. طيب والحركات الاجتماعية كيف بتحسي لازم تتغير تيكون لها دور فعال يعني تأثير سياسي أكبر؟ يعني الحركات الاجتماعية بالأول لازم تكون محلية من الناس للناس وما تكونش متأثرة بأجندات مفروضة عليها، لأنه هاي أحد المشاكل، فبتكون تتناسب مع احتياجات الناس في المجتمع، هذا أهم إشي. طيب هون بالمنتدى كيف بتحسي رح تستفيدي يعني كتجربة فلسطينية يعني هون بالمنتدى؟ أول إشي التواصل مع العالم العربي، لأنه هذا إشي نفتقده بشدة في فلسطين. المنتدى العالمي كيف ممكن يفيدك؟ يعني شو بتحس شو تستفيد انت كناشط يعني مصري مستوى اقليمي او عالمي؟ هو في سؤال بالنسبه لي اساسي حوالين الى اي مدى في تحضيرات لخلق قطب يساري ما بين الأحزاب اليسارية في أوروبا والأحزاب القوية في المشرق العربي وفي شمال. أنا رأيي أنه في فرصة. اللي بيحصل في جنوب أوروبا مهم، قوة جبهة شعبية أنها تطلع التالتة في الانتخابات البرلمانية في تونس حاجة مهمة، حزب العمال الكردستاني والمعركة اللي خاملها في كوباني. قصدي أقول أنه في يسار في المنطقة، لكن اليسار ده محتاج أولا ينجح في التشكل في مواقعه، في نفس الوقت محتاج يتخلق صوت يساري عربي وما هواش مشغول جدا بس بالقضية المحلية، يعني متحرر من القومية لمصلحة مزاج أممي مرتبط بما يحدث في جنوب أوروبا وسيريزا. يعني ده لازم يتكسر، فكرة أنه هناك معركة لها تجليات ريفلكشنز مختلفة. أزمة النظام العالمي متشكلة أزمة اقتصادية حادة في جنوب أوروبا ومتشكلة في تفكيك لهذه الدول وتغذية صراعات طائفية وإرهاب في المنطقة العربية. لكن هو نفس السؤال، النظام العالمي وحلفاء من الرجعية المحلية عايزين يتواجهوا، هل يسار بقى قادر على النقاش ده؟ كمان في سؤال تاني بقى مهم جدا حوالين أن اليسار العربي لازم يقول، لازم عنده كلمة، ما رأيه في الصراع الدائر؟ ما رأيه في قضية الإرهاب؟ والكاريكاتير بشكل أو بآخر بيجذب كل الناس، ومؤخراً بعد الأحداث التي صارت في العالم صار الأكثر مبيعاً الكاريكاتير والكوميكس تحديداً، ومن هون أجت الفكرة إنه الإنسان إذا اعتبر نفسه منحاز أو غير منحاز ممكن يأخذ 3 دقائق يناقش بينه وبين حاله حول انحيازه. فهذه كانت أصل الفكرة، والفكرة إنه كل إنسان يعبر عن نفسه، وهي كمان بقلب فكرة مؤسسة تامر.
حلوة الفكرة. بتحسي كمان يعني إذا كل واحد يعني يشجع الواحد يعبر عن حاله كمان ينفع لمنهج بالتعليم يعني هذا الشغل عن الكاريكاتير؟ طبعاً، وهذا واحدة من القضايا المشتركة بين مؤسسة تامر ومؤسسة روزا لوكسمبورغ اللي بيشتغلوا بشكل أو بآخر على موضوع التعليم التحرري. وبالتأكيد أن تكون جزء من عملية إنتاج المعرفة هو في قلب عملية التعليم الانعطاقي الذي ينعتق من كل ما هو تقليدي ونمطي، تقليدي سيء ونمطي، ويرتقي لمجتمع منتج. واحنا متفقين انه هذا موجود بمجتمعنا، انتوا حابين تغيروا ولا مرتاحين مع الواقع؟ حابين تغيروا؟ يعني مش مرتاحين؟ وفي ناس بحكايه المسرحيه بتحكي الفارغه بتاعي، يا عيش امي، بالله سامحني. هون في عندنا مجموعه عم بشتغل معها، هي تقريبا 7 اشخاص، عم نحاول ننتج إشي له كمان علاقة بال يعني أكيد بأسلوب مسرح المنبر، بس كمان هي في طرح لقضايا ممكن تكون مشاكل موجودة هون بتونس، فبنحاول نتعرف عليها عشان نشوف إيش اللي لازمه المواطن عشان نحكي معه ونتحاور مع المواطن من أجل حلول المشاكل الموجودة هون في تونس وفي المنتدى. Oh,